بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. انجيل النهارده من انجيل معلمنا يوحنا البشير اصحاح 10 من عدد 1 ل 16 اللي هو انجيل الراعي الصالح. الانجيل الاصحاح ده كان جاي بعد الموقف بتاع المولود اعمى اللي شفاه السيد المسيح او عمل له عينين السيد المسيح، وكانوا طردوه من المجمع، فقابلوا السيد المسيح واتكلم بعد كده على انجيل الراعي الصالح اللي هو جه يهتم بالرعية وجه آمن به هذا المولود اعمى ودخل في رعية المسيح. انجيل الراعي الصالح بيتقري في الكنيسة لما يكون في نياحة بطرك من الكنيسة الشرقية، بيتقري 20 مرة في السنة. انجيل محبوب ان الواحد يسمع رعاية ربنا، رعاية ربنا لينا، انا هو الراعي الصالح. نشوف قد ايه ربنا بيرعانا يعني طول حياتنا، ولكن في ساعات الواحد كده يجي يتعب ويتشكك ويخاف، لكن في الحقيقة رعاية ربنا لينا لا يتركنا أبدا. الخروف من الحيوانات الضعيفة جدا، ضعيفة جدا، فكل حياته كلها متوقفة على رعاية الراعي، ما يعرفش يعمل حاجة. لو عايز يشرب والمية بتجري يخاف يشرب. ليه؟ لأن الخروف الصوف بتاعه لو جه في مية جارية وخد مية الخروف يغرق. فكان الراعي يحط حجر كده كبير عشان يخلي سريان المية ما يبقاش قوي والخروف يعرف يشرب. عشان كده في المزمور يقول الرب لي راعي ايه؟ الرب له رعية، إلى مياه الراحة يريدني، إلى مياه الراحة يريدني. مياه الراحة اللي هي المية مش الجارية، المية الضعيفة اللي ما تغرقوش. يعني كان شرب الخروف وأكله كان الراعي يقتاده إلى مراعي خضر علشان يأكل، معتمد عليه تماما في الحماية. الخروف ما يعرفش يهجم ولا يدافع ولا يعمل حاجة خالص، فبرضه تلاقي ربنا هو الحماية بتاعته اللي هو كان يسهر على الرعية وكان يكون قاعد على باب الحظيرة انه يحمي الخراف. فكانت حتى حماية الخروف كلها معتمدة عليه. الخروف ما يعرفش يتصرف، لو تاه ممكن يتوه ما يعرفش يرجع. الحمار يعرف يرجع، حيوانات تعرف ترجع، لكن كان تماما تماما متكل على ربنا. عشان كده احنا في رعاية ربنا لينا الواحد يحس باتكال كامل على ربنا. هو قال كده، قال خرافي تسمع صوتي وتعرفني وهو رعينا. عشان كده الواحد لما يرتمي تماما تماما ويتكل على ربنا تماما في كل شيء يفرح بالرعاية دي، وعنده ثقة، عنده ثقة إن كان النهاردة بيقتدني في مراعن حلوة خضرة، بكرة ممكن أعدي على مرعى كده يكون صعب، لكن عندي ثقة إن هو طول حياتي ربنا بيقتدني، طول حياتي ربنا بيقتدني. عشان كده محبة ربنا لينا نشوف إزاي إن هو مات عن الرعية، مات عنها، قدم نفسه عننا علشان يفدينا. محبة غير عادية، مش جاي ان هو يذبح ويأكل ويعمل، لا، ربنا هو اللي مات عننا، هو اللي ذبح من اجلنا. ما تذبحش خروف في رعايته من اجل ان الراعي يأكل. عشان كده اعتمدنا على الراعي، واحد يحس ان هو ان انا ازاي اسلمك حياتي يا رب. يقول لك ويفرح
جميع المتكلين عليك، يفرح جميع المتكلين عليك. كل واحد بيتكل على ربنا يفرح. مش معنى الاتكال ان الواحد يتراخى او يتهاون، ابدا، مش تواكل، لكن عندي اتكال على ربنا، اعمل اقدر اعمله، وعندي ثقة في عمل ربنا فيا، عندي ثقة، اجاهد روحيا واجاهد وعلى قد ما اقدر، وعندي ثقة في نعمة ربنا اللي هو يدهاني علشان اتغير وعلشان اتخلص من اي حاجة وحشة. في امور حياتي العادية الواحد يسلم لربنا ويشكر، يشكر على اللي هو فيه، يشكرك يا رب، واتأكد انه هو راعي صالح، اتأكد انه هو راعي صالح. احنا مهم علينا رعاية ربنا، احنا مش هنتكلم عليه، احنا واثقين انه هو راعي صالح، لكن احنا موقفنا ساعات من الراعي ان ساعات الواحد ما يكونش عنده الاحساس انه يعرف صوت الراعي، مش بيميز صوته، او ما يهتمش ان يسمع صوته. يقول الخرافي تسمع صوتي فتعرفني. تمييز صوت ربنا ده لما يجيلي فكر كده غريب وقول اعمل كده، تقول لا، مش من ربنا الفكر ده، مش هو ده ربنا. وميز لما اسمع حاجة، اميز. عشان كده تمييز صوت الراعي محتاج ان الواحد يسمعه على طول. لو انا بسمع صوت الراعي كل فين وفين، ساعات الواحد لما يكون ما سمعش لحد من مدة يقولك الصوت ده انا عارفه بس ما عارفش مين. تمييز صوت الراعي محتاج ان الواحد يقرا انجيل كتير، يسمع صوت ربنا، يميز ويسمع الصوت. يجي اي صوت تاني من بره يقول لا ما اقدرش اعمل كده. بميز صوت الراعي، الواحد يميز صوت ربنا. احنا علينا برضو الطاعة، طاعة ربنا. ازاي الواحد يحس ان هو، ان انا عشان اكون ضمن القطيع وما اطلعش، ان انا اكون فيا طاعة، طاعة، حسش ان انا ابقى عارف الوصية وبكسرها، حس كده لا الخروف مش كده. الواحد لما يعمل كده يشت عن القطيع يطلع بره. المحبة خرفان كده متلاصقة كده وماشيين مع بعض، الواحد يحس كده الكنيسة تقول اللي ما تخاصم ما يتناولش، بيطلع نفسه بره القطيع. الوداعة، وداعة ولاد ربنا، تميز دول ولاد ربنا ولا مش ولاد ربنا. كان في قول لأحد آباء بيقول تستطيع أن تكون ذئبا ولا ترضى أن تكون حملا، لكنك لا تستطيع أن تكون من رعية المسيح، لأن المسيح راعي حملان وليس راعي ذئاب. اللي يحس ان هو جديد وقوي وصعب ويفرح كده ويحس ان هو يعني شخصية يخسر انه يكون من ضمن الرعية. ممكن الواحد يكون فيه كل الصفات الحلوة دي ويكون كل حاجة فيه حلوة، بس جواه روح ربنا الوديع، روح ربنا الوديع. فالوداعة دي صفة رعية المسيح. قلت تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. صفة الرعية هي كده. ربنا يدينا ان احنا نكون فعلا جوه الرعية، الواحد ما يشتش بره، يفرح بالراعي، عينه تبقى على الراعي، نحس كده ان احنا ايه يعني نسلم كل حياتنا ليه، نفرح ان احنا لينا راعي صالح. ربنا يدينا ان احنا نثبت فيه لربنا.